تربى على القتال والمعارك من صغره حتى كبر وصار يقود أضخم الجيوش، وكان يقاتل من دون درع ويحمل سيفين في يديه الاثنتين. وبدأت تظهر عبقريته في التخطيط العسكري وبراعته في قيادة الجيوش، حتى سجل في التاريخ كأول قائد عسكري لم يهزم هو من قبل ولا في معركة واحدة، لدرجة أن بعض الناس بدأوا يفتتنون فيه، وهو خالد بن الوليد ابن المغيرة. هذا الرجل ما كان طبيعي أبداً، حتى أول ما شافه الرسول صلى الله عليه وسلم ابتسم حتى سماه النبي بسيف الله المسلول. فمن هو خالد بن الوليد؟ وما هي قصة دخوله في الإسلام؟ وما هي الرؤيا التي رآها التي حسمت موقفه من الإسلام؟ السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله وبياكم. فبعد غزوة الأحزاب رجعت قريش لمكة مهزومين، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. فقريش أحست بهذا الأمر العجيب، وأحسوا بأن هناك شيء يمنعهم من الخروج على هذا الكون من النيل من محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الكبر الذي في قلوبهم منعهم من التفكير بهذا الأمر. ولكن عمرو بن العاص وخالد بن الوليد كانوا يشعرون بأن هناك أمر عجيب حصل في غزوة الأحزاب، وإن الأمر لم يمر كأي معركة حصلت معهم. شعروا بأن الأمر كان خارج عن إرادتهم، فأصبح عمرو بن العاص يقول لقريش: إن محمد سيأتيكم لا محالة، وإن أمره آخذ بالظهور، والذي حدث بالأحزاب ليس أمرا طبيعيا أبدا، فلم نرجع بإرادتنا بل رجعنا مهزومين. فقام عمرو بن العاص وقال: لم أبقى في مكة بعد اليوم. ووافقته مجموعة من أهل قريش واتفقوا معه بالهجرة إلى الحبشة. ولكن العجيب إن خالد ابن الوليد رضي الله عنه ما خرج معهم، وكان ضد الخروج والهجرة إلى الحبشة، فقرر بأن يجلس في مكة بنفس هذا الشعور، شعور غريب: أنت مع الباطل، والذي حصل بالأحزاب أمر عجيب، وأنت رجعت وانهزمت وانخذلت، صراع داخلي في نفس خالد بن الوليد. وخالد لا يدري ما الذي حصل في تلك المعركة، فهاجر عمرو بن العاص للحبشة وجلس خالد بن الوليد في مكة. فقال خالد بن الوليد عن هذا الشعور: كلما حصل موقف بين قريش ومحمد إلا وشعرت بشعور غريب، وأشعر بالهم بأني لست على الحق، فكنت أتجاهل هذا الشعور، وأهم شيء عندي كيف ستنتصر قريش على محمد. وبلحظة من اللحظات شعرت بنفس الإحساس بشكل مرتفع جدا، فخرجت بخيول لمواجهة محمد قبل صلح الحديبية في منطقة من المناطق، وكان محمد وأصحابه محرمين، وكنت أنوي وقتها أن أقضي عليهم وأهاجمهم. وكان وقتها محمد بدون قوة وضعيف، لا يملك السلاح الكثير، وفجأة إلا بمحمد يقوم ويصلي أمامنا، فقلت في نفسي: هذا هو الوقت المناسب للهجوم. ولكن شيئا بنفسي منعني ورجع لي نفس الشعور بأني على خطأ، فقلت: الرجل ممنوع، وهناك شيء يمنعني من الوصول لهذا الرجل، وكأن هناك شيء يقوم بحماية هذا الرجل. ورجع لي نفس الشعور الذي شعرت به في غزوة الأحزاب، فرجعت لمكة وأنا مهموم. وهنا علمت بأنه لا داعي لي أبدا بالبقاء في مكة، فأين أذهب؟ إلى النجاشي، وأنا أعلم بأن أصحاب محمد عند النجاشي وبحمايته، أم أذهب إلى هرقل فأخرج من دين آبائي وأجدادي فأقيم مع العجم هناك، والمذلة والعيرة تلحقني طوال حياتي. فقرر خالد بن الوليد الجلوس في مكة على هذا الحال. وأخذت الأيام تتقلب في خالد حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم مرة ثانية إلى مكة لعمرة القضاء،
وخالد سنة كاملة يعيش صراعا داخليا. فكان أخو خالد الوليد بن الوليد مؤمنا مع النبي وجاء للعمرة، وهو يبحث عن خالد في كل مكان. وكان خالد في ضيق مما حل بقريش. فمرت الثلاثة أيام واعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدما رجعوا إلى المدينة فجأة وصلت خالد رسالة من أخوه الوليد. ففتح الرسالة وكان فيها الأمر الذي غير حياة خالد للأبد. فقرأ الرسالة وجاء فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، فإني لم أرى أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام وعقلك عقلك، ومثل الإسلام يجهله أحد. قد سألني عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين خالد؟ فقلت: يأتي الله به. فقال: ما مثله جهل الإسلام، ولو كان يجعل نكايته وحده مع المسلمين على المشركين كان خيرا له، ولقدمناه على غيره. فاستدرك يا أخي ما فاتك، لقد فاتك مواطن صالحة. وبعد أن قرأ خالد الرسالة فكأن اللغز بداخل نفس خالد قد أخذ مأخذه. فجلس خالد مع نفسه فترة يفكر بكلام أخيه وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأت روح الحرب والقتال تتحرك في نفس خالد، وبدت الحرب بين عقله وروحه القتالية والحمية الجاهلية بداخله بالتحرك. ونام خالد تلك الليلة، ووقتها حلم خالد بحلم بأنه انتقل من مكان ضيق جاف إلى مكان واسع مليء بالأعشاب. فعلم خالد بأنها رؤيا من الله. فخرج خالد لوسط مكة فلقي صفوان بن أمية فأخبره بأن محمد سيظهر ويجب أن تتبعه، وقال له: إن أمر محمد ظاهر أمره من السماء. فرفض صفوان ولقي عكرمة ابن أبي جهل وقال له كما أخبر صفوان، فرفض أيضا. فخرج خالد نحو المدينة لإعلان ولادته من جديد بدخول الإسلام، ورافقه بذلك عثمان بن طلحة، ولقيا بالطريق عمرو بن العاص، فدخلوا الثلاثة وأعلنوا إسلامهم. وأول ما لقي خالد النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت عينه بعين النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله يبتسم في وجهه ومرحبا به أخا للمسلمين.